موسم الدراسة خلاص قرب على الأبواب، ولو جت تسأل أي أم نفسك في إيه هتقول لك نفسي ابني يروح المدرسة من غير ما يتعب أو يتعبني، وإنه يكون واثق في نفسه ومحبوب وسط صحابه وزمايله في المدرسة، وإنه يحب المدرسة زي ما بيحب الخروج واللعب أكيد والملاهي. طب إزاي ممكن نعمل ده؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتي دكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشر. اهلا بيكي دندو. اهلا بيكي، منوراني روح قلبي حبيبتي، بنورك وطول الوقت يا حبيبتي. عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله كله حلو يا رب دايما. موضوع مهم. طبعا مش عارفه ازاي هنعمل المعادله الصعبه دي، بس احنا هنحاول معاكي، لازم نحاول. ليه بقى؟ لانه فعلا الفتره دي بتبقى شويه مش بس على الامهات، بتبقى كمان على الاولاد مرهقه شويه. يعني احنا بنستعد استعداد وهما بيستعدوا استعداد من نوع اخر. عايزين بقى يعني تقول لنا كده نعمل ايه في القصه دي كده كبدايه، لو احنا داخلين بقى على موسم المدارس وعايزين اولاد اولا التعب يقل، عايزين ان احنا نبقى كمان مش تعبانين معاهم في وسائل الاقناع اثناء اليوم، لان الدراسه بتاخد حيز كبير قوي من يومهم ومن تفكيرهم. قول لنا بقى. لازم يبقى اكيد في لغه حوار بين الاباء والامهات والطفل بتاعهم. تمام. ده اكيد، دي حاجه. وتاني حاجه لازم يعملوا اكتيفيتيز، يعني لازم يبقى عندهم اكتيفيتيز. انت عارفه الاطفال أخرى. يعني بيبقى عندهم طاقه، فلازم يطلعوها في حاجه بوز، في حاجه كويسه. تالت حاجه نخلي بالنا من طريقه اكلهم. وكل مره اقول ان انا بشوف كتير اطفال بيعانوا من سمنه، امال لما هيكبروا هيبقى الوضع ايه؟ صعب جدا جدا لما تلاقي طفل او طفله اوفر ويت. الغلط مش يعني انا ما يعني بيبقى الموضوع مع الاهل، مع الام، لازم تركز في طريقه اكلهم. ما ينفعش طول الوقت الاقي شيبسي، جيلي، مش عارفه ايه، بونبوني، شوكولاتات، بيبسي. البيبسي اصلا غلط جدا للاطفال، عشان البيبسي اي ماده غازيه. مش قصدي مواد غازيه. مواد غازيه. انا اسفه، انا اسفه. اي ماده غازيه، مش بس هي. يعني مش الميه السوداء، ممكن تبقى البيضه، ممكن تبقى حاجات تانية. بالظبط بالظبط بالظبط. فلازم نركز ان كميه سكريات تقل قوي. اوكي. عشان لو اوفر ويت حتى وقتها وهو داخل المدرسه ممكن يحصل له تنمر. ده اكيد. ده بيحصل كتير. وده اللي احنا عايزين نخلي الامهات تخلي بالها بالزبط. منه. ازاي وصعب انك انت تعرفي تسيطري على الطفل. لا ما تاكلش ده، ما تعملش ده، بلاش شوكولاتات، بلاش حلويات. بيبقى صعب قوي، كانك بتحرميه. بالظبط. فهتكلم معاكي ازاي نقدر من غير حرمان نساعد في القصه دي. طيب قول لنا بقى، احنا عايزين فعلا نساعد الولاد، وعايزينهم لو في ولاد وصلوا لمرحله انهم محتاجين نعمل لهم نظام، يعني مع طبعا التغذيه السليمه ومع النظام كويس وما يبقاش فيه حرمان. في عوامل مساعده ساعات بتساعد الامهات. طبعا. خلينا نتكلم عن اللي انت هتكلمينا عنه النهارده. هل هو يصلح ليهم ولاعمارهم في عمر المراهقه والفتره دي؟ يعني هيبقى مناسب ليهم ولا طبعا. جاي اتكلم معاكي على منتج غذائي مصرح من وزارة الصحة، مليان الياف، اقوى حاجة تخليني اشبع او الشباب اللي في سن المراهقة يبتدي يشبع انك انت تديله الياف. منتج بيستا من اقوى المكملات الغذائية الصالحة والمناسبة للشباب من سن 12 سنة. أوكي. 12 13 سنة يبتدوا ياخدوه. اهو زي ما احنا شايفين ده شكله على الشاشة، مصدر غني بالالياف والكروميوم وفيتامين سي. ايه الالياف اللي موجودة داخل الساشت بتاع بيستا؟ عندي داخل الكيس الواحد فيه ايه بقى؟ بالظبط. عندي الشوفان، عنصر من الالياف قوي جدا، عندي قشور السيليوم، وعندي ردة القمح. التلاتة دول لما بيتاخدوا مع مية، يعني التلاتة دول موجودين جوه الساشت، باخده قبل او الشاب او البنت او كل الاعمار على فكره، مش بس بتكلم على الشباب، بتكلم في جميع الاعمار. بس احنا دايما احنا بنقول دلوقتي بنحدد الاعمار الصغيره، ليه؟ دايما بنقول ايه، بنخاف عليهم اكتر عشان بيبقى صعب السيطره عليهم. أيوه. في موضوع الشهيه كمان. تمام. فباخد بيستا على كوبايه ميه كبيره قبل الاكل بنص ساعه. ليه قبل الاكل بنص ساعه؟ علشان الالياف اللي موجوده بتمتص الميه وبتنفش في المعده، فبتاخد حيز كبير جدا في المعده. فالحته اللي هتستوعب الاكل بقت قليله. اوكي. فاللي بياكل، اللي متارجت انه ياكل طبق كبير،
هيحط وكل حاجه هيبتدي يحس ان لا بياكل ربعه بس. والحلو في بيستا انه بيظبط لي معدلات الشبع، مش هاكل الربع ده وبعديها بساعتين اجوع، لا، لان رده القمح بتبقى بتاخد وقت طويل في الهضم، فبتلاقي ان من يعني اولموست 5 ساعات انا مش حاسه ان انا جعانه. فانا ببيستا قدرت اظبط الشراهه بتاعه الاكل بتاعتي، بلس داخل بيستا عندي الكروميوم وعندي الفيتامين سي، الاثنين دول بيشتغلوا على حرق الدهون المخزنه كويس. فانا ببيستا قدرت اقلل كميه الاكل اللي باكلها، قدرت اتحكم في معدلات الشبع، وقدرت احرق الدهون المخزنه من غير ما اشتغل على السنترال نيرف سيستم او اشتغل على المخ. فطبعا بيستا امن جدا، مصرح من وزاره الصحه المصريه بيتاخد من 2 ساشت ماكسيمم 3 ساشت في اليوم لو انا اوفر ويت قوي. وموجود طبعا بالصيدليات، والحلو اللي فيه انه بنكهه التفاح. مقبول، مستساغ. مهم يا جماعه ما نحطش عليه سكر، عشان احنا عايزين نخس، فما ينفعش يتحط على الميه سكر، هو اوريدي بنكهه التفاح. او يتحط عليه لبن خالي الدسم، وبدوبه كويس جدا. يعني ادوب عشان الماده الجيلاتينيه دي تبقى كويسه. بالظبط، واشربه بعديها بنص ساعه ابتدي اكل. كويس جدا. طيب ده كده بالنسبه للاطفال، او بالنسبه حتى للكبار لو هم في حاله الشراهه اللي حضرتك اتكلمتي عليها. طبعا طبعا طبعا.